تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. عدل القيعي مع احتفاظ الالقاب او مع حفظ الالقاب كشف المخطط الخبيث لمرتضى منصور وازاي كان عايز يوقع مجلس اداره النادي الاهلي في فخ، لكن هو كشف الفخ ده وكلنا كشفينه، والكلام ده انا قلته قبل كده في فيديو سابق ليا، ان مرتضى منصور دعا النادي الاهلي علشان يكون متواجد في افتتاح مسجد طبيب الغلابه وبعض المنشات في نادي الزمالك. طبعا كابتن الخطيب رفض، والمهندس عدل القيعي هيتكلم في الموضوع ده هو وهيقول الاسباب اللي احنا قلناها قبل كده. بس قبل ما نسمع كابتن عدل القيعي واحباط مخطط مرتضى الخبيث، حضرتك هتدعمنا بلايك للفيديو وهتشترك في القناه وهتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. هنسمع مهندس الصفقات كابتن عدل القيعي قال ايه، وهنرجع نعقب على الكلام اللي هو قاله. نسمع دلوقتي. انت يعني يحضرنا هنا، سمعت تعليق للزميل الخضري، الخضري احمد، احمد الخضري، في لقاء مع الاستاذ ابراهيم فايق، كان هو الزميل الاوصي، على مسألة الدعوة التي وجهها رئيس نادي الزمالك إلى النادي الأهلي ليخرج بعدها، يقول لك اتعاملنا أسوأ معاملة وأنا مديت إيدي وهم رفضوا وأنا كنت عايز. فهو قال كلمة، قال بادرة طيبة جدا، إنك تمد إيدك للمنافس بتاعك اللي بينك وبينه مشاكل، ولكن دي الخطوة الثانية. كان ينبغي أن كان ينبغي أن نسبقها خطوات تحضيرية أو خطوة تحضيرية. هو كان من رأي الأستاذ أحمد الخضر، لأنه راجل طبعا هو منتمي لنادي الزمالك، مش هيقولها أو مش هيحسها زينا. فبيقول لك كان لازم يحصل إن ناس تخش وتقرب المسافات وتكلم ده وتكلم ده. لا، هي مش كده. إذا كانت في سلامة نية كان ينبغي أن يسبق هذه الخطوة اعتذار واضح. في طرف اعتدى على طرف بشكل متكرر ومستمر، والطرف الثاني لم يبادله أي نوع من أنواع رد التجاوز، ولكنه لجأ إلى ما يعتقد أنه الشرعية، طرق الشرعية، وكتب شكوى هنا وكتب شكوى هنا مرة واثنين وثلاثة، وراح للنيابة وراح ولم يصل إلى شيء. طيب انت عايز تدود الخلافات، بداية انت الطرف الذي سبق ان تجاوز. طيب خلاص، شجعت الاعتذار، شجعت الاعتذار، بقى تعمل ايه؟ سلامة النية. ولكن انك انت تبعت دعوة انت تعلم انها لن يجابه اليك، وكل مصر عارفة النادي الاهلي مستحيل هيستجيب لهذه الدعوة. طيب لان دعوة ظاهرها دعوة ايه، على ايه؟ افتتاح بعض المنشآت اللي ما هيش منشآت حقيقة الامر كبيرة يعني. يعني هو لو كان في مرحلة التطوير الكبيرة أو استاد أو بتاع تتفهم الدعوة، لكن لما أنت بتعمل حاجات دولة دي تطوير أو بتاع مش محتاجة إنك تبعت هذه الدعوة. لكن أنت حر في سياستك، بعت دعوة علشان كما يعني أفصح عنها إنك إن دي تبقى بادرة لإصلاح الأجواء. ما هو الأجواء دي ما فيش تجاوز من ناحية النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي صاحب حق، اديله حقه. وبعدين تعالى بقى ندرس اي تقارب، لكن قبل دراسه اي تقارب دون الحصول على الحقوق اعتقد المساله. طيب تمام. سمعنا الكابتن عدل القيعي قال ايه؟ قال ان المخطط هو عارف ان ده هيترفض، بس ده شو اعلامي علشان يروح للمسؤولين ويقول لهم ده انا دعيته وهو رفض، ده انا قلت له تعالى وهو رفض، انا قلت له اتفضل ده بيتك ومطرحتك وهو رفض. طب انت ازاي النهارده بتدعيني وفي نفس اليوم وبعدها بنص ساعة بتشتمني أنا وبيتي ولعبتي والسحر يا خطيب والشنط يا خطيب والساعات يا خطيب؟ على فكرة من قيمة أسبوع تقريبا أنا قلت الكلام ده، قلت إن مرتضى لازم يقدم اعتذار، وبالتحديد في فيديو بتاع أحمد موسى لما طلب من الكابتن الخطيب إن هو يسمع كلام مرتضى منصور ويروح ويلبي الدعوة. وأسمعكم دلوقتي أنا قلت إيه لأحمد موسى في الفيديو بتاعنا. نسمع.
صفحات بلد. احمد موسى بيطالب كابتن خطيب ان هو يلبي الدعوه لمرتضى منصور ويروح يفتح الانشاءات اللي عملها مرتضى منصور في نادي الزمالك، وهو وجه الرساله دي في مجلس الشعب. طب مرتضى منصور بيقبح ويصبح يقول لك صباح الخير وبعد دقيقه وحشتنا. طيب كابتن خطيب يروح له باي وش؟ ده سبه هو وسب بنته، وقال ادب على بنت كابتن خطيب، وقال ادبه على اخت الكابتن الخطيب، مش كده وبس، ده ذم في يعني شكك في ذم الكابتن الخطيب، وقال الشنطه اللي فيها دولارات والشنطه الخضراء وما يمسكهاش ليه سيد عبد الحفيظ، والساعات يا خطيب ومش هننسى الساعات ومش هننسى الكلام والهري ده كله. مش كده وبس، لا ده مؤخرا السحر اللي كان وليد سليمان بيعمل بيه، السحر الخاتم بتاع سليمان اللي بيجيب، ازاي بعد الكلام ده الكابتن خطيب يروح؟ لما بيتكلم على ان النادي الاهلي بيفوز بالسحر وبالشعوذه، طب ما فازش ليه الماتش اللي فات بالسحر والشعوذه؟ وقال لك علشان وليد سليمان قلع الخاتم فالنادي الاهلي ما عرفش يفوز. طيب دلوقتي مرتضى وعياله ليل ونهار سخريه من النادي الاهلي وقله ادب على النادي الاهلي. ازاي انت عايزني انا ما يبقاش عندي، يعني بيقول لك اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، ثم انت بتتكلم يا احمد يا موسى على كابتن خطيب وتقول لك ان نوقد الفتنه ومش فتنة. طب هو مين اصلا اللي عمل الفتنه؟ اللي ما بيتكلمش خالص الكابتن خطيب، ولا اللي بيطلع في كل مناسبه وغير مناسبه يقل ادبه على النادي الاهلي؟ مش هو بس، لا ده كل العاملين في قناه الزمالك ما وراهمش غير النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمل والنادي الاهلي سوى، وفشل الكابتن والخطيب، والكابتن الخطيب مش عارف يعمل سور في عز ما مرتضى منصور عامل وعامل وعامل، في عز ما هم بيتغفلوا ان النادي الاهلي عنده 200 فرع، مش فرع واحد بس، وعمالين يهللوا عليه ويقول لك عمل حمام سباحه، لا ده عمل مش عارف ايه، لا ده عمل صاله جيم، عمل مش عارف ايه بلاي ستيشن للعيال الصغيره. ف الاخ احمد موسى بيتكلم على ان النادي الاهلي ومجلس ادارته يلجوا الطلب بتاع محمود الخطيب. طيب مش محمود الخطيب يروح لواحد بيقدره وبيحترمه، ولا يروح لواحد بيقل ادبه وبيشتمه وبيقل ادبه على عيلته وعلى اسرته وعلى اخته، وبيزمن في ذمته الماليه ويقول لك الساعات ومش الساعات والفلوس اللي اخدتها. طيب احنا ممكن نتغاضى عن ده كله ويروح ماشي. طيب مش المفروض اصلا الجانب اللي هو داعي الكابتن الخطيب يقول له انا اسف، انا بعتذر لك عن اي غلط انا غلطته فيك في حياتي، على الاقل حتى عشان يعني ايه يبقى ليك نفس يا احمد يا موسى ان انت تقول انا بخلي يعني المفروض كابتن الخطيب يروح يفتح المنشآت وكده. لو مرتضى منصور اعتذر لكابتن الخطيب على الهواء وقال له انا اسف انا بعتذر لك انا كنت غلطان في حقك، هل دي مش بادره ان هو يخليك انت يا احمد يا موسى تتجرأ وتقول الكلام ده؟ لكن انا واحد بيشتمني ليل ونهار وبيقل ادبه عليا ويجي قدام الناس يقول لك انا بدعي كابتن الخطيب علشان يفتح انشاءات ويروح يفتح لك حمام سباحه ولا يفتح لك صاله جيمنازيوم ولا بلاي ستيشن ولا بتاع، كل ده مش مشكله مش عيب، عادي اي حد يفتح اي حاجه حتى مهما كان شهم في الدوله. بس الموضوع مش موضوع كده، موضوع مرتضى زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو بيقبح ويصبح يقول لك صباح الخير ويجي بعد دقيقه يروح شتمك، يقول لك ازيك وروح يشكك في ذمتك الماليه. ما ينفعش، احنا مش اطفال في حضانه. ده مرتضى ده عارف بيعمل ايه، ومرتضى قال الفيديو ده كان بتاريخ 26/8 لما احمد موسى طلب من كابتن خطيب ان هو يروح لمرتضى. انا قلت لو مرتضى فعلا عنده حسن نيه يعتذر قدام الملايين، انا اسف يا كابتن خطيب حقك عليا انا غلطان في حقك بس، وكابتن خطيب يقبل الاعتذار يرفض الاعتذار. لكن انت تشتمني النهارده وبعد دقيقتين تروح تدعيني، فده شو اعلامي؟ حتى كابتن عبد القيا قال شو اعلامي، والهدف منه ان هو يبين نفسه ان هو بقى ايه الراجل المتسامح المتحضر المحترم، وكابتن خطيب هو اللي موافقش. ف يعني حركة خبيثة وحركة مفقوسة للجميع وللعيان علشان يبينوا مرتضى ان هو فوق في السماء، وان كابتن خطيب ما بيقبلش اي مبادرات للصلح او اي مبادرات للحاجة المحترمة اللي بيقدمها مرتضى من وجهة نظره. بس هو يضحك على مين؟ يضحك على البوابين بتوعه بالكلام ده، لكن ما يضحكش احنا علينا بالكلام ده.
النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيديروا النادي الاهلي ناس محترمه وناس عندهم عقل، مش ناس هواه يعني يطلعوا يجعجعوا في الاعلام ويطلعوا يعملوا شو اعلام اعلامي ويعملوا ترند. على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، قناه الزمالك دلوقتي حصل لها دروب رهيب 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 رهيب. ليه؟ مش عشان مش بسبب قناه النادي الاهلي وبس، لا، في محتوى اخر بيتقدم في نفس التوقيت، المحتوى ده سحب البساط من قناه النادي، نادي الزمالك. النادي الاهلي بيقدم محتوى في هذا التوقيت اون تايم وتايم سبورت وصدى البلد وايه كمان واوضه اللبس بتاعت ميدو، يعني في حوالي 5-6 برامج بتقدمهم في نفس التوقيت. فحصل ان الدنيا ايه وقعت منهم بعد ما كانت الدنيا عاليه، بيجيبوا الراعي على مش عارف مين على مين على مين، يقعدوا يهللوا ويقلوا ادبهم على النادي الاهلي. انا متابع الناس دي كويس يعني، حتى انا بطلت ارد عليهم لان خلاص كلامهم بقى مكرر. حتى امبارح كانوا جايبين مستضيفين رئيس نادي المصري عمال يصوت ويهلل ويقول لك النادي الاهلي مش محتاج مساعده من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره ده انتم مرزوعين اربعه منهم اتنين اتلغوا فيهم واحد سليم 100%، الجول بتاع مروان سوري بتاع الكره اللي دخل فيه حارس المرمى في مروان، اصلا مروان في وضع ثبات والحارس المرمى هو اللي دخل بيده فيه، فهو اللي هو اللي موقعه ووقع معاه. فمش انا يعني لما يجي واحد مثلا يدخل فيا انا يتحسب عليا انا فاول؟ لا طبعا، بيعمل جامب في وضعيه ثبات ما تدخلش مع الحارس خالص، الحارس هو اللي طاير وجاري وضربه، فالحارس هو اللي رايح له مش مروان هو اللي رايح للحارس وموقعه. فالهدف سليم 100%، الهدف بتاع مروان، الهدف الثاني اه في اوفسايد في تسلل، لكن الهدف اللي الحارس دخل في مروان لا سليم، يعني المفروض 3-0 مع الرقفه. والطرد طرد صحيح بتاع احمد ياسر، طرد ما فيهوش كلام وما فيهوش نقاش. طالع رئيس نادي المصري يقول لك احنا عندنا حالات، احنا هم هيتجننوا ويلغوا المسابقه، هيتجننوا خلاص بقى كام ماتش نستحملهم. يعني انا ما اجيش اختلط اروح فرح واروح عزا واروح ميتم واروح مش عارف ايه واروح من المستشفى واجي اقول انا جاتني كورونا وعيب على لا ما جاتلكش كورونا في الملاعب، انت جاتلك كورونا من بره من اختلاطك، انت مش محافظ على نفسك، الناس ماشيه من غير كمامات، الناس ماشيه من غير الحفاظ على النفس، لازم كل واحد ياخد باله من صحته حفاظا على نفسه وعلى غيره. فالنادي المصري عمال وكأن يعني النادي المصري يعني كان حتى لو كان العدد كان فاز على النادي الاهلي. الحمد لله امبارح كان النادي الاهلي مسيطر تماما على المباراه، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. انا بشكركم شكرا جزيلا كل اخواتي الاهلاويه، ما تنساش حضرتك تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. بشكركم شكرا جزيلا كل اخواتي، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.